مرحبا بكم مستمعي اذاعه لوتجي راديو ومشاهدي قناه لوتجي تي في. فقره تيكويك، فقره اللي كرفقكم من خلالها انا عايشه مسكين في اطلاله في اخر ما وقع في لي نوفيل تكنولوجي هاي تك ديجيتال، باش هكا ترجع حياتكم اليوميه أذكى وأسهل. وبداية مستمعين مع شركة واتساب، والتي أعلنت عن إنشاء ميزة جديدة تحمل اسم النشرة الإخبارية الخاصة، وهي مشابهة لميزة القنوات الموجودة على تطبيق تيليجرام، لكن تم تغيير اسمها لاحقا لتتناسب مع الغرض الأساسي لهذه الميزة. من الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة على تطبيق واتساب تختلف قليلا عن نظيرتها في تيليجرام، حيث ستتم إعادة تصميم علامة تبويب التحديث الجديد، وسيجري ترتيب جميع الحالات بتنسيق أفقي بدلا من التنسيق الرأسي الموجود حاليا. وننتقل مستمعين إلى تويتر، حيث قال إيلون ماسك إن مستخدمي المنصة سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعات مقابل الشراكات المالية. وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكن تفعيلها من خلال الإعدادات على كل الأموال التي يدفعها المشتركون، ما عدا الرسوم التي سيستقطعها نظام أندرويد والآيو إس، ولن تحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهر. وقال ماسك في تغريدة له إن الهدف من هذه الخدمة الجديدة هو ترويج عمل المبدعين وتعظيم الأرباح، وهي طريقة لمساعدة تويتر في دفع جزء من الاقتطاعات التي تدفع لمتجري جوجل وأبل، التي يقول ماسك إنها بحدود 30%. ونختم مستمعين فقرة تيك ويك بشركة مايكروسوفت، والتي أعلنت عن إتاحة فلاتر سناب شات لمنصة التواصل الخاصة بالأعمال تيمز. وأوضحت الشركة الأمريكية أن مستخدمي منصة التواصل تيمز يمكنهم إضفاء طابع فكاهي على الاجتماعات ومؤتمرات الفيديو من خلال فلاتر سناب شات الشهيرة، مثل أذني القط والدجاج على الرأس والدب حول الرقبة والنظارات الشمسية الضخمة على الأنف. ويمكن تفعيل فلاتر سناب ضمن الإعدادات فيديو إيفكت مور فيديو إيفكت، ثم التمرير لأسفل في النطاق الأيمن وتحديد سناب شات في فئة الفلاتر. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيك ويك. نضربكم موعد لا سمي بخشان نتي كامل على تيليتاتكم الرقمية لودجي راديو، وكذلك على قناتكم لودجي تجي.